تربيت في فن المديح والسماع والموسيقى الأندلسية في بيت جدي رحمه الله، كان يهتم بالمديح والسماع، وكنت صغيرا وأنا مولع بالمديح والسماع، ومن ثم مشيت للموسيقى الأندلسية، والحمد لله اشتغلت مع ناس اللي توفى، ومنهم أستاذ عبد اللطيف منصور رحمه الله، منهم الحاج محمد الزكي أطال الله في عمره، والسينور ديال الكرومبي، والأخ عبد الرحمن خاه تاهما خذوا بيدي، ومولاي علي الغانمي، والحاج العربي زلو. من ثم انتقلت للأجواء يعني المهمة على الصعيد الوطني، نذكر منهم أستاذ عبد اللطيف منصور، محمد عربي التمساماني، عبد الصادق شقارة، خدمت شي حاجة قليلة مع الحاج عبد الكريم الرئيس، وتم الحمد لله يعني ربي شق الطريق ديال السلام السفياني، وما نقولوش وصلنا وحنا باقيين كنتعلموا، ولكن هاد الناس تعلمنا عليهم وخذوا بيدينا، اللي توفى الله يرحمه واللي باقي الله يطول في عمره. الموهبة هي كل شيء، اللي ما عندوش موهبة غير ما يبعد من اي ميدان، لا في ميدان الموسيقى ولا في شتى الميادين. يعني كانت الموهبه هي الاولى، ولكن الانسان خصو يسقل الموهبه. بعد الموهبه كتجي مسائل ديال الانسان، خصو يتعلم ياخذ مسائل تقنيه في المعهد، ويحفظ على يعني الشياخ، وتما كتستمر الطريق. رمضان ان شاء الله عندنا فيه عده سهرات، لأن رمضان عنده طقس ديالو كيكون فيه المديح والسماع والملحون ويعني والموسيقى التراثية كلها. عندنا بعض الحفلات مع جمعيات يعني الناس الجمعويين كيبغيو ينظموا عمل خيري، وكاين اللي كيعمل حفلات يعني كيبيعوا ويشريوا بارلي تيكي وداك الشيء، وكيحاولوا يعملوا سهرات اللي كيحيوا فيها التراث. كيقول لك واحد المثل: الجديد للجدة والبالي لا تفرط فيه. الحمد لله ما نساوش الله يرحم الحاج عبد الكريم الرئيس، هو اللي حبب الموسيقى الاندلسيه ديك الساعه. انا ذاك كان السي بن حيون اطال الله في عمره، والحاج محمد بجدوب. دابا الحمد لله وكاين ناس جمعويين، جمعيات اللي تبارك الله، يعني اذكر منها جمعيات كاينه في الشمال، في الرباط، في المغرب كامل، ولاو كيهتموا بهذا التراث. والحمد لله يعني الموسيقى الاندلسيه واحد الوقت كانت مشات، ولكن دابا ما نخافش عليها الحمد لله، لان ما لا يصح الا الصحيح. والحمد لله حتى الشباب ديالنا حنا خصنا واحد القضيه من هذا المنبر كنقولها، يعني خصنا نحاولوا نربي وليداتنا على الذوق الرفيع، غير خص يكون يدخل واحد الكلام نقيقي، واحد اللي غادي نسمعوه مع وليداتنا، وما يكونش واحد الاحراج في التلفزيون. الجاليه المغربيه كاين بعد مثلا غناخذوا نموذج من دار المغرب، لا ميزون دو ماروك، انا كنت شاركت فيها، كان كتلقى ناس طلبه ولوعين بالموسيقى الاندلسيه. كنت في مونريال في كندا، لقيت الناس، ما نقولوش الانسان ما خصوش يكون خفيف على الناس، ما يتقلش عليهم، اي كيبغيو مثلا كنا كتعمل منوعه، كنعمل شويه الاله، نهال الجمهور الاله، الناس بغاو الاله، عاوتاني كنعمل لهم شويه ديال الشرقي، شويه ديال محمد عبد الوهاب، ديال صباح فخري، باش ما تكونش يعني مثلا كيقول لك هو السفياني غيعملنا غير الاله الاندلسيه، يعني وجبر الخواطر، كل واحد يبقى على خاطره، رغم الاختصاص هو الاله الاندلسيه، ولكن يعني مثلا نخلي كل واحد يبقى على خاطره، اللي بغى شي حاجه كنعملها له على قدر المستطاع. الكلمه ديالي اللي بغيت نقول من هذا المنبر ديال الوانكم: اعطيوا الحق للفنان. راه كاين بعض الفنانه مساكن، الله يحسن العون، راه مساكن مني كانت باقي الصحة عندهم وباقي الجهد وباقي الصوت، سواء مغنيين أم عازفين، كانوا مساكن كينالوا حقهم. راه كاين بعض الفنان مساكن اللي كتلقاه عنده وليدات، عنده مرأة جالسة وليدات، ولا ما سهرش، يعني سواء في أفراح ولا في مناسبات، يعني اللي كيحضروا مناسبات، أذكر منها أعياد وطنية وأعياد دينية وحفلات مع الجاليه، وكبر ومشى له صوته، راه يعني بالاسف راه ما كيتفكرهم حد. واذكر منهم بعض الرواد اللي منهم من قاد نحبه ومنهم من ينتظر، راه مساكن راه مفرطين لو دخلوا للديور ديالهم وما خداوش حقهم. انا مني انا 40 عام عبد السلام السفياني وانا في الميدان ديال المديح والسماع والموسيقى الاندلسيه،
ما استوفيتش حقي. علاش؟ كنقول عندي قناعات اللي كتبها لي الله سبحانه وتعالى هي اللي غادي توصلني، لان الله هو الفاعل المختار. ما غتقول لي ما كتطرقش الابواب، انا لست متملقا ولا ابوس الايادي، اللي كيبغيني كيدق عليا وانا ماشي اناني باش انا غادي نمشي نتملق ونبوس لي الدين وداك البسالات وداك الشيء. لا 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 لا، الانسان قال لك اللي كيبغي يبوسك راه كيعرف طريق فمك. وانا كنهضر على نفسي وعلى بعض من الفنانين اللي ما استوفاش حقهم ساكن، يعني بالخصوص في الموسيقى العصريه والموسيقى المغربيه كاين فنانين اللي خداو حقهم، لا داعي الاسماء هذا بين قوسين، وكاين ساكن اللي كنطلب من هذا المنبر يبحثوا عليهم ويتفكروهم كما كيقول المثال، حييني اليوم وقتلني غدا، يعملوا لهم تكريمات. وتكريمات يا حبذا أن يكون تكريم معنوي ومادي، ماشي نعمل له تكريم نعطيه صينية ولا براد ولا طابلو. خصو داك الفنان يعني لما دوز واحد الحقبة واحد المدة يعني كثيرة في الفن 30 سنة 40 سنة يفكروا فيه، راه ما عندوش مسكين ميتيال، ما عنده حتى شي حاجة، إلا خطاه صوته ولا العزف ديالو كيمشي للحفلات العراسات كيمشي للمهرجانات راه ما كاينش اللي يعطيه حتى ريال. لهذا كنقول انه فكروا في هاد الفنانة مساكن، هاد الرواد اللي دازوا وهاد الناس فتشوا فيهم، يعني الناس المسؤولين يفتشوا فيهم ويعملوا لهم تكريمات، يكون تكريم معنوي ومادي ويفتشوا فيهم، والله هو اللي يتوفق. الجديد ديالي كنعمل واحد التسجيلات مع الصديق ديالي والمناجير سيدي محمد علقوم، اللي كان يعني واخد بيديا وكنسجلوا، يعني كنحاول نسجل شي مساء ان شاء الله رمضان، منها شرح النوابات الموسيقى الاندلسيه على قد الحال ديالي، يعني خديت من عند شيوخ، وكان يعني مثلا كنحاول نوصل الشرح على قدر يعني غير شرح بسيط على 11 نوبه غير مختصره. وسجلت بعض المسائل بموسيقى مصاحبه، وكنتبع انا الموسيقى بالكلام وشويه ديال الصالة المشيشية وجوهرة الكمال، الصالة المشيشية مولانا عبد السلام بن مشيش وجوهرة الكمال. عندي أشرطة جديدة، لأنني لا يخفى عليكم أستاذي الذي تتلمذت على يديه ونلت منه الكثير، الأستاذ عبد الصادق شقارة، منذ صغري وسجلت معه أشرطة في حصص رمضانية في القناة الأولى، ديك الساعة القناة الثانية ما كانت بقى ما وجدت. وحاولت نحبب الموسيقى الاندلسيه للجمهور الكريم. هنا كنشوفوا قطاع، لما كنشوفوا البغيه ديال الرصد غتقول انه غتدخل في الاله، كنديروا لا 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 نار القلب ديالي حبيبه مشى وخلاني. كاين حبيب القلب، كاين مصاب يا حبيبي معاك سعاد المكانه انا مزاوق، بغيات الحجاز، كاين شوفوا حبيبي ما بغى يفهمني ديال السير عضراوي رحمه الله، واحد الطرف غرناطي حتى هو كنعمل الشغوري فيه. وعندي هذه قصيده ديال الكاوي عامله بطريقه جزيريه، والجديد ديالي هو هذا. واللي كي يعني الحمد لله اليوم وسائل التكنولوجيا والعولمه، الحمد لله لما كتدخل الفيسبوك والواتساب راه قرب، يعني هذا الشيء ديال العولمه قرب المشاهد انا ولا غيري، راه كل شيء في فيسبوك. الاخ عدنان السفياني ديالي دار واحد القضيه اللي مهمه، الوحيد اللي عمل في المغرب الموسيقى الاندلسيه بليكويفر، يعني اله نفخ، وكانت يعني هي يعني كنقول محبسه في الموكب الملكي، لما كان مثلا الدوله العلويه الشريفه كانوا كيدخلوا ذاك الرجوق 55 بالموكب الملكي، يعني وكانت واحد كتشوفها نهار العيد، في العيد الصغير العيد الكبير الى اخره، جميع الاعياد كتكون داك الموكب ديال 55 خاي وضفو، يعني عمل واحد المبادره. الان الحمد لله عمل الموسيقى الاندلسيه بحال الشكل اللي كتكون في البلاط في القصر الملكي بال 55، ولقات واحد الصدى طيب على انني انا كنت في باريس فرنسا، وفي واحد الريسبسيون قبل ما نبداو يعني سهره عند الاله خدموا الكاسيطه ديال الاخ ديالي عدنان، وكان ديك الساعه اللي كان كيشرف معاه على هذا العمل السي سعيد السكوري، كنوجه له واحد التحيه من هنايا، رغم انه
يعني الحمد لله حتى هو بذل مجهود وافراد، ما نقولوش خايب، حتى هو هو اللي كان صاحب ذاك العمل ولقات الحمد لله يعني لقات واحد الاقبال من الجمهور، لانه ذاك الكويفر عطى واحد الحله. كلمه الجمهور ديالي عبد السلام السفياني كيحبكم، يعني كنحب العالم العربي وكنحب المغاربه ديالنا سواء داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، ورانا كنحبكم من قلبي ولا صدرت مني شي حاجه، لان الكمال لله سبحان الله. انا كنحب الجمهور ديالي وكنشكر هذه القناه ديال الوانكم اللي نالت واحد الصدى طيب على الصعيد الوطني، وكيشاركوا في يعني في اعمال خيريه وجمعويه وفي مناسبات، والله يزيد في المدد ديالكم وتبارك الله عليكم، والله يعز المغاربه والله يعز العالم العربي.